اه طبعا. طيب انت عارف ان انت داخل على منافسه قويه جدا، قبل ما نبص بقى الرقم التيشيرت لسه ما عرفتش. هو طبعا اعتقد بكره، مش عارف بس بكره هعرف ان شاء الله. بكره عايز نفسك تلبس رقم كام؟ هو انا نفسي في رقم بس في احمد الشيخ لابس، يعني انا اتمنى ان انا البس 22. يعني 22؟ اه طبعا ابو تريك. طبعا اشمعنى ابو تريك؟ واحد من افضل واحسن اللعيبه اللي انا شفتها في حياتي. يعني هو مثلي الاعلى تقريبا، او مش ابو تقريبا، مثلي الاعلى طول حياتي من وانا صغير. وانا بقول لاصحابي كده، بقول لهم اتفرجوا على ابو تريكه وهو بيتكلم في التلفزيون او هو بيلعب، شوفوا ابتسامته. انا دي بالنسبه لي بالدنيا كلها. والله انا بحب البني ادم البسيط ده، فهو في الحته دي بصراحه. هو يعني انا هو مثلي الاعلى وبحبه جدا وبحترمه، وانا على علاقه شخصيه باخوه طبعا. اخوه ساكن جنبك انتوا بتلعبوا؟ عرفت ان انتوا كنتوا بتلعبوا في ناهية، في ناهية مع بعض. في ناهية اخوه محمود صاحبي جدا يعني. فانا اتمنى ان انا ابقى احقق بس جزء بسيط زي الكابتن محمد ابو تريكة. انا اتمنى لك طبعا. ابو تريكة نجم كبير والكل طبعا بيحبه. انا شخصيا تشرفت ان انا العب مع نجم زي محمد ابو تريكة، وشخصية محترمة جدا جدا بصراحة. فأبو تريكة هو مثلك الأعلى طبعا محليا وعالميا. عالميا يعني ما فيش حد مميز قوي، لكن أنا بعشق رونالدو طبعا، بس مش زيه يعني، مش هو مثلي الأعلى عشان هو مختلف وطبعا غيري خالص. يعني أنا بحب رونالدو، لكن أنا بعشق هازارد. هازارد طبعا شبهك؟ ناس كتير بتشبهني بيه يعني، حتى في طريقة اللعب وستايلي وكده.